هنا حكايات تروى من الشرق، تاريخ عربي طويل وجد مستقرا له في كاليفورنيا، مكتبة عربية تبلغ من العمر 29 عاما ولدت من وحي الحاجة أنا ما كنت أجد الكتب اللي أريد أن أقرأها، كنت أنتهز الفرصة حتى أنزل لسوريا أو بيروت أو المملكة، أشتري الكتاب وأحضره معه، والكتاب وزنه كبير فما يقدر الواحد يضله عم يحمل كتب معه في الشنطة فوجدت أنه هاي شغلة مهمة جدا أن يكون في على مستوى أمريكا خمسين ولاية 30 مليون قارئ عربي أن يكون في مكان بمستوى هالرقم هذا الادب والشعر وروايات وقصص علميه كتب منها ما هو نادر وفريد حريص سعدون على جمعها وبيعها على مر السنوات في مكتبته حتى باتت مقصدا لبعض العرب وملاذا لتعلم اللغه والتعرف على الثقافه العربيه من اوسع ابوابه بالفعل بدأت القراءة والدراسة باللغة العربية في هذه المرحلة لغة جميلة وانسيابية وكتابة الأحرف هو فن رائع في حد ذاته أنا كنت في أمريكا وكندا أكثر من 20 سنة لم أجد أي مكتب أكبر وأوسع من هذا فقط هذا المكان امد مكتبات في عده جامعات امريكيه وامن لها الاف الكتب العلميه والادبيه فاصبح مصدرا رئيسيا يثري مكتبات تلك المؤسسات ويثري الباحثين من طلبه الدراسات العليا وغيرهم من الراغبين بمزيد من غذاء الروح والعقل مسيره اكثر من ربع قرن تتلخص في هذا المكان مكتبه عربيه تضم الاف الكتب هنا في كاليفورنيا عمل عليها السيد محمد السعدون لتكون مرجعا لا يستهان به للغربي قبل العربي من جنوب ولايه كاليفورنيا غيداء السالم العربيه